بأجمل وأرق تحية وحي مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. اعتدنا خلال الأعوام الماضية من عمر البرنامج أن نقدم بين الحين والحين مقتطفات من أهم الحلقات التي قدمناها خلال مسيرة برنامج استوديو الرياضة، وفي هذه الحلقة سنقدم مقتطفات من بعض الحلقات التي سبق وأن قدمناها خلال الفترة الماضية. من الحلقات المميزة التي قدمناها خلال الفترة الماضية كانت الحلقة الخاصة باللقاء مع آرام كرم، هذا الرجل الكبير في السن والكبير في عطاء، هو أحد نجوم كرة القدم العراقية، وهو أحد النجوم الذين كانوا من أوائل الذين مثلوا المنتخب الوطني العراقي في الخمسينات. وأرام كرم هو الذي اكتشف المرحوم عمو بابا وجاء به إلى بغداد من الحبانية وأوصله إلى عالم الشهرة والنجومية. أرام كرم زرنا في داره في مدينة موديستو بولاية كاليفورنيا، وكان رجلا قوي الذاكرة، يعني تساءل كثيرا عن أحوال الرياضة والكرة العراقية، وأكد بأنه كان على صلة وتواصل مع العديد من النجوم حينها ومنهم المرحوم عمو بابا. نتابع مقطع من هذا اللقاء الذي سبق وأن قدمناه مع النجم الكروي السابق آرام كرم. كابتن أرام، أشوف نخلة ببيتك، يعني رغم أنه ما كنا خيل هنا بأمريكا قليل، بس بكاليفورنيا أكو يمكن. إي والله النخلة ذكرك، يعني شو تمثل لك هاي النخلة؟ كل ما أطلع من بيتي وأشوفها يذكرني بالبلدنا اللي بيها هالقد نخل. ها هي يعني رمز العراق، رمز العراق. بس مع الأسف هذا ما ينطي التمر. عنده فد نوع من الشيز ما يطلع، بس تمر ما يطلع بيه، يقولون لازم يرجع أخصائي حتى يعالجه. يعني تحب الزراعة، تحب الحدائق، تحب كلش كرة القدم ما تحن لها؟ كرة القدم يعني كلش عندك يعني الإحساس الكروي بعده موجود؟ ها إيه، لكن ما للأسف ماكو ذاك الجواز يعني. هو لو أنا راح أساعدك هسه. انت تلعب احسن مني. ها على ايامكم شلون كانت الكرات، الطوبات اللي يجيبوها؟ ايام اول ايام كان عندنا طوبه انها مفتوحه ومشدوده بالخيط، تنفخها وتنزل الركبه جوا وبعدين تشده، كانت تاذي هاي ثقيله كلش. كانت عندك كرات هواي وانت صغير؟ لا والله ما كانت نوايا. لا انا الفريق ما نحصل، اذا نحصل وحده تنلعب بها زين بوقتها. لكن ضربات هذول كانت ضربات زين تروح مثل القنبله. من اللاعبين اللي وياك كانوا مشهورين بالضربات القويه، الشوت القوي؟ كانك ولد هو كردي، كان نعم كان يسموه حما بوشكا. حما بوشكا نعم. هو كان اكبر مني بالعمر، بس يلعب النادي كان اكو النادي اللي مهتمين اكراد، ولد اكراد حبانية ماكو. نادي كنا نسميه نادي الاكراد. هذا محمد بوشكا اكبر مني، بس هو ضرباته كلش قويه كان، وانا كنت اتمنى اكون مثله.
من اللقاءات المميزة أعزائي المشاهدين والتي نعتز بها أيضا الحلقة الخاصة مع المرحوم علي الصفار راهب كرة السلة العراقية. هذا الرجل الذي توفي عن 93 عاما زرناه قبل أن يتوفى بقليل، وكانت حلقة مميزة قادنا إلى داره أو دار أقاربه في مدينة بغداد في بغداد الجديدة. السيد حسين العميدي رئيس اتحاد كرة السلة، وكان قوي الذاكرة، كان لطيفا كعادته. هذا الرجل الذي نذر حياته لكرة السلة العراقية قدم الكثير في مشوار حياته، ولم يكن رياضيا فحسب، كان يعني رياضيا وكان صحفيا وكان مدرسا وكان رئيسا للاتحاد، عضو في العديد من الاتحادات العربية والقارية، وأيضا يمتاز بروح الطرفة وروح النكتة. على الصفار كان بحق مدرسة رياضية، مدرسة إنسانية. هذا الرجل الذي لم يتزوج طيلة حياته وتزوج كرة السلة بدلا من أن يكون يعني كأي إنسان اعتيادي في المجتمع، تأثر بالعديد من الأمور في حياته ومنها والدته اللي بقى يخدمها طوال عمره حتى وفاتها. هذا اللقاء كان يحتوي أو تضمن العديد من الذكريات والمشاوير التاريخية التي طرحها المرحوم علي الصفار. نتابع. طب العب رياضة، العب قدم بالدربونة. نعم بالحب. كان شاب بيت خالي، ايه؟ اروح ابات عندهم هكذا. نعم. كان محمد حسن سلمان الحمامي. نعم. ابو ثورة 41. نعم. كان رئيس صحة بغداد. طيب. بس يوم اللي سعد ذكر علي اللي ما تخاف من الله وابونا سلكته سلة خال على حياة الجهاز. ايه؟ قدم بالدرب. زين. يعني ما خليت شيء. كابر الشيخ بالشام. اي والله. زين. لساعة ذكر احمد حسن يقول لي ما ادري واحد رد تبكي مو قلبت الدنيا. فهمت كنت صغير يعني. ايه. الوالد الله يرحمه كان يشتغل. ابويا صفار. صفار، ومن عند هذا اللقب جاك علي الصفار يعني؟ اي منه. يعني ها من لقب صفار منذ نشأتي. نعم. والدي من عائلة المجريو. نعم. نجفية. نعم. يسكنون النجف. نعم. بتخالة سعد صالح جريو. نعم. وزير الداخلية عدة مرات صار وزير الداخلية. طيب كنت تساعد الوالد بالعمل وانت صغير؟ يعني لا أعرف عن الصفارة كل شيء. بس رياضة. بس رياضة. يعني رياضة كسبتك لعنة. أي. كسبتك أكثر من مهنة الصفارة. أكثر من لعنة كسبتك. أول فريق. أول لعبة. إيه. اتفضل كمل. أول لعبة. أول أنا سكرتير الاتحاد العربي. نعم. وسكرتير اللجنة الفنية. فنية. نعم. الاتحاد العربي. نعم. رئيسة كان دكتور مجد نجم التكريتي. اي هاي بعدين. اي وسكرتير يوسف البازي. خوش هاي راح نجي عليها. فوزي عسكر. فوزي عسكر. وانا سكرتير اللجنة الفنية. طيب. نظمت بطولة بسوريا نظمنا الاتحاد. نعم. العربي. نعم. جوا على الدكتور مجد كلهم قالوا له الريع استاذ علي يشتغل عندنا في سوريا. مم. انا ذاك الوقت امي ضريرة. علي ما تزوجي تعلمون ايه. الله. وهذا هذا السؤال هذا لك. هذا الله فوق راسي. ما تزوجت قمة الوفاء على مودك. قمة الوفاء. طبعا اكو اعظم من الام يا استاذ علي. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما حد دار امي من ماتت رد حجت للمكة. بارك الله فيك. حجت للرضا. حجت للفلسطين. نعم. ما خليت مركز بسوريا زينب، بمصر زينب، ماكو مكان ما رحت له. ولها السبب ما تزوجت يعني؟ اي والله على مود دار الوالد الله يرحمه. ما اقول لك اخاف اتزوج ويعوفون امي او عمي، يعني امي اللي تسوى الدنيا كلها. قلبي لو فرح انت فرحتي. يا يوم فدميني يا يوم
من رحتوا للصين وخسر الفريق العراقي، ايش قالت لك الوالده الله يرحمها؟ قالت لي مو عيب عشان تطلع بالجرايد. لا لا غير تطلع يعني بالتلفزيون. اي لا تقول لها تشال. قالت لي مطي رايح للصين عابرين الدنيا كلها وتخسر وما تستحي انت عيب عليك بطل. ما قبلت. اي تريدك تفوز دائما. اي اي شنو سالفه هذا الحائط بالناصريه الفلي شو؟ هم اللي قال لك. في احدى المباريات في اعتقد على اذا لم تخن ذاكره في الناصريه كان هنالك مشكله انه واحد من البوردات انكسر، ف كان هنالك خيار وحيد انه المباراه يجب ان تؤجل. علي الصفار اذا تاجلت هذه المباراه راح تسحب على بقيه مباريات الدوري ويتلخبط الجدول، وهذه عنده يعني شيء لا يمكن ان يحصل. فقالوا لهم يجب ان تجيبون الرنج الاحتياط، فجابوا الرنج الاحتياط ما دخل من الباب لانه كان اكبر من الباب، الرنج الاحتياط مو مثل الرنج الاصلي. فقالوا له استاذ علي خلص اجل المباراه، قال فلش الحائط، وفعلا جرى تفليش حائط القاعه ودخل البورد وقيمت المباراه، وكانت هذه يعني تذكر مثل النكته، لكن والله العظيم هذه حقيقة هذا الإنسان الراقي اللي ايش ما أقول عليه وايش ما أبالغ، فهو يستحق أن نبالغ في مدحه ويستحق أن نبالغ في تكريمه. المطربين القدماء الغناء العراقي عجبك تحبه؟ أحبي. شو أغنية تحبها؟ قرار لا يبلغ قلبي يا عيوني كنا بجسد روحين ما نفترق يومين كنا بجسد روحين ما نفترق يومين صار البعد سنتين رحت وعفتونا رحت وعفتونا يلي نسيتونا يا مقتل كرونا يلي نسيتونا من ديترويت. أعزائي المشاهدين، قدمنا النجم الكروي فلاح حسن بعد غياب أكثر من 15 عاما. كان هذا اللقاء قبل 8 سنوات تقريبا في مدينة ديترويت وفي داره التقينا فلاح حسن وقدمناه بعد غربة طويلة قسرية عن الوطن. فلاح كان متأثرا في هذا اللقاء عندما ذكرنا له أسماء زملائه وبالأخص الشهيد الراحل بشار رشيد نجم الكرة العراقية السابق الذي أعدمه النظام البائد، وأيضا تحدث فلاح بمرارة عن الغربة وعن ما واجهه، وتحدث عن الكثير من المحطات، وأيضا كانت هناك شهادات بحق فلاح حسن من العديد من الرياضيين من المسؤولين من النجوم من الناس. كانت حلقة مميزة في حينها، ونتابع الآن مقاطع من هذه الحلقة. من مدينة ديترويت أحييكم أجمل تحية، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. كابتن، ماذا يعني لك حب الجمهور؟ الجمهور حب الجمهور فشيء عظيم يعني، وأعتقد
قلة اللي الذين يتفق عليهم الجمهور بمحبتهم وتقدير كفاءتهم. فعندما أي بشر يكسب حب الجمهور معناه أنه اجتاز مرحلة جدا كبيرة في مسألة التفوق والإبداع. شي حب فلاح وشكرا؟ أحب الحياة، أحب بلدي إلى درجة الهيام والعبادة، ولا أكره أحدا. ماذا تعني لك الغربة؟ الغربة شعور قاسي يعني، وما حد يشعر بقساوته إلا الإنسان اللي جربه، لكنه أيضا في نفس الوقت عندما تفرض عليك الغربة المعاناة تزداد تعلقا ببلدك وبأهلك وبناسك. شو تسوي لما تشعر بالحنين؟ ألجأ إلى الغناء العراقي، لأنه غناء معبر عن أي حالة إنسانية يمر بها أي إنسان. لمن تسمع كاتب؟ الحقيقة الطرب العراقي يعني طرب مفتوح على على لكل الجماهير، وفنانين مبدعين بشكل رائع وأثبتوا جدارتهم أمام مطربين عرب كبار. لكنه يبقى كاظم الساهر النجم الساطع، هذا اللي أعطى للأغنية العراقية قيمة ومكانة، واستطاع أن يكون مطرب العرب الأول. أنا شخصيا أفخر بهذا الشخص، الذي شخص عصامي أقدر أقول لك، لأنه بنى نفسه من لا شيء قياسا إلى باقي المطربين. وأيضا نسمع إلى ياس خضر، لأنه أيضا يمثل ريحة الأرض العراقية في غنائه. ومطربين المبدعين الجدد الآن قد لا تحضرني أسماء كثيرة، لكنه كلهم مبدعين. أغنية محببة لنفسك معينة دندن بيها دائما مثلا؟ كل أغنية تدخل في مفرداتها كلمة الوطن أو الأم دائما تثير شجوني وأحاسيسي. صغار وكبرنا بخيمتها لمينا، الله أنت قد حلو يا بيتنا. صغار وكبرنا بخيمتها لمينا، يا قعدة أقام الدنيا ولم يقعدها مطلع السبعينات، حيث بداية ظهوره في العراق، والتي شبه البعض الضجة التي أثيرت حوله وانشغال الناس بأخباره كبداية هبوط الإنسان على سطح القمر. سرق الأضواء من أبرز نجوم الرياضة والفن والسياسة، وكان بمثابة الظاهر التي تعلق بعض الناس بها حد الهوس في فترة مهمة من تاريخ العراق، كانت تدار فيها الطبخات والتصفيات السياسية لسلطة الحاكمة خلف الكواليس، وسط انشغال الناس بالظاهرة الجديدة التي شغلت الصغار والكبار على حد سواء. العديد من الشباب أخذوا يقلدونه ويفتخرون بانتصاراته التي يسطرها على أبرز نجوم لعبته في السوق. نزل قماش باسمه، كانت تتسابق الفتيات على شرائه. على اسمه سمي العديد من المواليد، والعكسية التي اشتهر بها تسبب عاهات أو سببت عاهات مستديمة وحالات طارئة في المستشفيات للذين كانوا يقلدونها في الملاعب أو ربما حتى في البيوت عندما كان
يغضب بعض الأزواج من زوجاتهم، ولكن سرعان ما اختفت تلك الظاهرة وغابت بشكل مفاجئ وسط تساؤلات عديدة. إنه عدنان القيسي الذي التقيناه في استوديو الرياضة في حلقة خاصة وقدمناه للجمهور العراقي بعد أن غابت أخباره أكثر من 40 عاما. نتابع. أشكرك جدا على هذه المقابلة، وأنا كنت أنتظرها، يعني أنا فرحان جدا أستاذ عدنان، فرحان جدا بهذا المقابلة. أستاذ عدنان، الكل تتساءل أين هو عدنان القيسي، وطبعا نقول لك الحمد لله على السلامة، لأنه إشاعات كثيرة كانت تقول يعني لك طولة العمر أنه عدنان القيسي توفى ولم يعد موجودا. ماذا تقول للجمهور ولمتابعينا؟ والله أنا أقدر أقول للجمهور هذه إشاعات ما حلوة، والحمد لله صحتي ممتازة، وأنا لحد الآن ملتهي بالمصارعة هنا في أمريكا، وأسوي نظامات تنظيم لعبات للخيرات الجمعية، والعائلة محترمة، وأنا مشتاق لبغداد، وكل الإشاعات اللي سمعوها مو غير صحيحة، ماكو هيك حكي. نعم. عدنان القيسي بعده بطل، وأنا أسلم عليهم الجميع. ما شاء الله، يعني صحة ونشوفك شباب. أنا سمعت أنه أنت يعني حتى هذه الأيام لازلت تمارس الرياضة ويعني مواظب عليها. والله أنا أسد نحشي بيها أنا وجماعة هنا، أنا يومية بالملعب ألعب 7 أيام بالأسبوع، ما شاء الله 3 ساعات أروح يومية. نعم. وهاي في شيء مثل الصلاة أو الدين إلي هي الرياضة. إحنا عندنا مثل بالعالم العربي. نعم. يقول لك التاج صحة فوق رؤوس الأصحاء. نعم. فأنا أعتقد الصحة تاج، يعني نعم يا صحة تاج. نعم. يا فوق رؤوس. نعم. الأصحاء، وأنا متشلب بها، ما أتركها، هذا في شيء مهم جدا لي. وإحنا هم نوصيك تشلب بها أحسن، يعني حتى هي ديمومة. إيه يعني. أشكرك كابتن. أشكرك عدنان. أشكرك. أستاذ عدنان، يعني لنبدأ من النهاية. عدنان. إيه. القيسي شاغل الدنيا والعالم والأضواء والصحف والمحطات يعني الشغل شاغل لكل الناس، فجأة اختفى. نبدأ من النهاية، كيف غاب عدنان القيسي ولماذا غيب عدنان القيسي؟ والله الموضوع هو أنا يعني حبي واشتياقي إلى بلدي، يعني ما أنسى بغداد مولدي ونشأتي في العراق، وأنا عراقي ابن عراقي. أكيد. والشعب العراقي احتضنني، وأنا ما أنساها هذه الاحتضانات وهذا التشجيع اللي صار من قبل الشعب، وبعض الأوقات أتذكره، يعني بالحقيقة أتألم وهواي أتألم. نعم. بس تركتي إلى من طلعت من بغداد ما طلعت لأنه أنا أكره البلد أكره الشعب، لا هذا غلط. نعم. أنا بحب البلد وأحب الشعب. طلعت خوفاً. نعم. خوفاً لأنه سمعت أكو إشاعات جتي إلي من أقربائي بأنه الحزب الماضي، أمين العهد الماضي، العهد البادئ، ما أعرف شو يسموه باللغة الصحيحة. نعم نعم البادئ. إيه على يعني استغلوني في ذاك الوقت. نعم. وعلى أنا ما أعرف بالعملية استغلوني أو ما استغلوني. نعم. وهسه انتهى الاستغلال، فراح شي يسوون بيه عدنان القيسي، انتهينا من عندهم الريدة بعد. نعم. قالوا نسوي حادث وتنتهي العملية. أنا أخويا وأهلي وأقربائي اتفقنا بأنه أحسن شي أطلع بطريقة صحيحة، وبالليل خرجت رحت للكويت، من الكويت طلعت إلى أمريكا، وهذا هذا السبب المهم. عدنان القيسي ضرب عكسية، ما يتزوج إلا قيسية، فالأطفال كانوا يدودون هاي الزوجة الشعبية. عدنان القيسي هي رياضة هواة طبعا، وليست رياضة محترفين، لكن يعني قدر يسجل حضور وفرح لدى الشعب العراقي بالانتصارات اللي حققها مع المصارعين اللي قدموا الى العراق. اللعبه لما جاء عدنان القيسي تدري اكتسبت جماهيريه، وهذا وبعد مصارع عالمي وبطل عالمي وجاي من برا من الخارج، وهذا عراقي وصارع ويا ابطال من برا واوروبيين وهذا، فالجمهور والشارع العراقي حب عدنان القيسي. وعدنان القيسي بوقتها أخذ شهرة ما حد يعني يأخذها مثل لا لاعبي كرة القدم ولا هذا المصارعين ولا الملاكمة ولا أي لعبة رياضة أخرى.
عدنان القيسي هو عراقي ومن من بغداد، وكان يسكن منطقة الصدرية ربيت كمصارعة. هو بدأ من هناك ويا عباس الديك ومع عباس الديك وحسن حجي حسن، مصارعة بها قوانين يعني، فهم منظمة جديدة كانت هناك بأمريكا. فعدنان القيسي قام يصارع ويا دول المصارعين أبطال العالم، فجاب العراق أخذ، والعراق بوقته الملعب الشعب امتلأ. لذلك توظفت هذه الرياضة وأصبحت رياضة سياسية، وكانت كشفها عدد من الرياضيين المختصين بأنها رياضة تجارية لا تمت للرياضة المصارعة الرومانية أو الحرة بشيء، لكن الشعب العراقي كان ملهوف إلى ممارسة الرياضة. سمعنا عنه أنه هو بطل من الأخبار بالراديو، لأن حتى التلفزيون ما كان موجود على مستوى العالم. ولما أقيمت مباراة مصارعة في العراق جميع المحافظات بجمهورها تأجر السيارات ونذهب، وأنا مثلا أحد الرياضيين وأني لاعب منتخب، فكنا نأجر السيارات ونذهب، مثلا صارت في الحلة، صارت ببغداد مع أبطال العالم، فكنا نفتخر أن هذا عراقي بطل عالمي. ولهذا كانت يعني فرصة للتنفيس عن الشعب العراقي بذاك الوقت ولهذا البطل. من الحلقات التي نعتز بها أعزائي المشاهدين تلك الحلقة التي التقينا بها شيخ المعلقين والإعلاميين الرياضيين العراقيين الأستاذ مؤيد البدري. البدري التقيناه عشية الدورة الألعاب الآسيوية عام 2006 التي احتضنتها الدوحة حينذاك، والتقينا مع البدري وقدمناه للجمهور أيضا بعد غياب أكثر من 14 عاما أو 15 عاما لم يراه الجمهور حينها ولم يعرف أخباره، فكانت مفاجأة جميلة من برنامج استوديو الرياضة لمتابعيه في كل مكان، حيث تحدث مؤيد البدري عن بداياته مع الرياضة، بداياته مع كرة القدم، بداياته مع التعليق مع التلفزيون، وتحدث بما لا يتحدث به من قبل، وكان لقاء مميزا وجميلا، وأيضا كانت فيه بعض الشهادات أو العديد من الشهادات لنجوم الرياضة، للجمهور، لمسؤولين عن الظاهرة الإعلامية، الشخص الرائع، الإنسان الذي قدم الكثير الكثير من العطاء للإعلام الرياضي وللرياضة العراقية أكاديميا وصحفيا إعلاميا رياضيا، الأستاذ مؤيد البدري. متابع. بالنسبة إلى ما عانى هذا اللاعب في سبيل أن وصل إلى هذه المرحلة. هادي فلاح الهادي الفلاح. هناك نوادر في التعليق مرت خلال مشوار مؤيد البدري؟ والله تحدث يا أخ حسام، يعني أحيانا تغلط بالأسماء. مرة دا أعلق شو اسمه فريق الصيني، جانا في منتخب شنغهاي ودا يلعب هذا، فيعني احنا بالنسبة لنا من ننظر للصينيين نصورهم متشابهين كلش، وهم من يشوفونه يقولون انتم متشابهين شلون تعرفون واحد الاخر، انتم متشابهين يقولون شلون تعرفون. فدا أعلق، فما أدري من بصفي قال لي زين انت شلون تعرفهم؟ قلت له ايش مدرين، خال خيط احمر خيط ابيض، انا اقول هذا شو هذا مو، اذا انا ما اعرفهم من الجمهور ما راح يعرفهم. بس الشيء اللي حدث مره دا علق على مباراه، وكان صاحب خزعل يعني انا ما ذكرته، صاحب خزعل سلانجا، صاحب خزعل دا يلعب، فدا اقول انا الكره من بدل من ما اقول صاحب خزعل قلت صاحب شراد. نعم المطرب. المطرب صاحب شراد، وراحت المباراه. ثاني يوم دا اروح للاذاعه شفت صاحب شراد جاء عليه قال لي استاذ مؤيد عندي شغله. قلت له تفضل صاحب. قال لي انت البارحه ذكرت اسمي. قلت له اي. قال لا كل مباراه تذكر اسمي. فيعني تحدث يعني، واحيانا مثلا الصعوبه تصير في تسجيل هدف يعني، وما كان عندنا الريبلاي والكذا والهذا، فما تعرف منه اللي سجل الهدف، فلازم تتاكد منه يعني حتى تمطي حقه يعني، فايضا كانت تسبب لنا بعض المشاكل. موسيقى حلاقه شبيليه اللي هي مقدمة برنامج الرياضة في أسبوع، الناس يعني تعرف إنه هاي الموسيقى هاي مال مؤيد بدري، ما يعرفون هي مال الموسيقى الروسيني. منين يعني كيف اختاريته وليش؟ والله هي الصدفة يعني،
كان عدنان المدرس مسؤول على المكتبة الموسيقية في الإذاعة. ففي بداية تقديم البرنامج ما كانت أكون مقدمة موسيقية. بعدين الفنان خليل شوقي كان مخرج في التلفزيون قال لي، ما كان يعرفني، قال لي أنت من تريد تقدم برنامج لازم تخلي مقدمة موسيقية، ما معقولة يبقى البرنامج صامت يعني، خاصة المقدمة الرياضة في أسبوع. فرحت على عدنان المدرس فظلينا، قال لي لا تأخذ مارش، لا تأخذ كذا، لأنه البرامج الرياضية كل هذا، فده يعزف موسيقى كلاسيك. فمن من ضمنها كانت حلاق إشبيلية، فمن الوسط وأخذناها. يعني الصدفة هي اللي دفعتنا إلى أنها ظلت، يعني ظلت 30 سنة تعزف. بقدر ما هي يعني ضرورة بالنسبة للمشاهدين لكي يعني يعرفوا جد معاني المدرب والإداري في سبيل أن يوصل لاعب إلى مستوى، والناس من تطلع بالسوق وبالهذا. لا يعني يمكن أنا أقدر أقول لك يعني أنا محظوظ، يعني حب الناس ويعني تقديم المساعدة لي في أي مكان تروح له، يعني هذا شيء لا يمكن أن ينسى. هذا طيبة الشعب العراقي، هذا حقيقة الشعب العراقي، أنه يثمن من يقدم له. يعني وإحنا يعني ما حد يعرف الاخ، يعني عن طريق التلفزيون يشوفك، لكن من يشوفك في الواقع يقدم لك كل المساعدة، وهاي أنا لا يمكن أن أنساها. يعني الشيء اللي أريد أقوله أنه شيمة وطبيعة العراقيين هي المساعدة، وأنا ما تلقيت من دعم يعني من أساتذتي، من أصدقائي، من أخواني، من الشعب، عموم الشعب. يعني أنا أروح إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الوسط، يعني صاحب القهوة ما يقبل يأخذ منك فلوس، تركب تاكسي ما يقبل يأخذ منك فلوس، يعني ما يعرفك بس عن طريق التلفزيون. حتى مرة أبو البنزين خانق ما قبل يأخذ فلوس، قلت له يا أخي هذا مال الدولة، يعني شلون أنت تأخذ فلوس؟ بس يعني اعتزازهم بيك يعني. بس هذا يعني هذه الأمور اللي لو طلع الفلاش باك يعني تتذكرها، شلون الأمور اللي أنت قدمتها بحيث هذا الشعب يثمنها ويقدرها ويحاول أن يقدم لك مقابلها بعض الشيء. شلون يقدمها؟ عن طريق الشعور الطيب. ما تحن لهاي الأيام أستاذ ميت؟ والله أنا أحن للعراق ككل، يعني العراق يعني عراقنا، ولدنا به وتربينا به ودرسنا به وتخرجنا ودرسنا، ونتمنى أنه هذا العراق يرجع إلى سابق عهده، يعني يزول الزول هذه النواحي الغمة الكبيرة اللي وقعت على العراق وعلى الشعب العراقي، وكلنا في داء للعراق. يعني راح يبقى العراق وإحنا كلنا نزول، زالوا اللي قبلنا وإحنا نزول ويجون البعدنا، لكن العراق يبقى، يجب أن نخلي العراق بعيوننا. إيش تسمع؟ إيش تحب تسمع بأوقات فراغك؟ والله أنا مغرم بالأخبار يعني خاصة الآن، بس بصورة عامة يعني أنا أسمع الأغاني العراقية. أي صوت يأخذك العراق؟ والله صوتين يعني أنت ذكرتهم في بداية البرنامج، داخل حسن وناظم الغزالي، ومن الأصوات الجدد كاظم الساحر. يعني هذا شرف كبير إذا مثل الأستاذ مؤيد البدري يعني يتكلم عني، لأن أنت تعرف إحنا عشنا بداية شبابنا وإحنا ننتظر يوم الثلاثاء الرياضة في أسبوع، ننتظر على حر من الجمر، وكنا كل وعدنا كل شيء لازم نعوفه ونجلس أمام هاي بدون حركة، ممنوع واحد يتحرك قدامنا. تعرف نجتمع إحنا العوائل فقيرة وكلها تجتمع على التلفزيون، كلها مجموعة 10 أحيانا تصل إلى 12 يتحرك نصرخ عليه، فكان من أعز برامج. ولحد الآن إحنا مستمتعين يعني بصراحة، ولحد الآن من يقول مؤيد البدري نحس فد ألم وبنفس الوقت فد فرحة كبيرة. أغنية معينة حتى نطلع لك إياها؟ أنا وليلى يعني الشاعر حسن المروان المرواني يعني كتبت عليها كلمة، هاي يعني ثمنت ما كتبه، فأنا أعتبرها يعني هاي قمة في الشعر، قمة في التلحين، قمة في الأداء، قمة في الإخراج يعني أيضا. نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء الحبيبات، خانتك عيناك، خانتك عيناك.
مدينة البصرة الرياضية، هذا المشروع العملاق الكبير أعزائي المشاهدين تابعناه منذ اللبنة الأساس، منذ الطابوقة الأولى لهذا المشروع. قدمنا حلقات خاصة ومميزة، الأولى عند وضع حجر الأساس، والثانية عندما بدأ يعلو البنيان، والثالثة عندما اكتمل هذا المشروع وهذا الصرح الرياضي الكبير الذي كان مخصصا لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم. ونتمنى أن يتمكن العراق من استضافة هذه البطولة في القادم من الأعوام أو في المرات المقبلة، وهذا هو حق مكتسب للعراق بالتأكيد، ولكن الظروف ربما السياسية، الظروف العامة تلعب دورها في هذا المجال. ولكن يبقى هذا الصرح الرياضي الكبير معلما من معالم العراق الجديد، معلما من معالم الرياضة العراقية، والرياضيون أيضا تواجدوا في هذا الملعب الكبير عندما افتتح لأول مرة، وهناك افتتاح آخر كما علمنا من وزارة الشباب والرياضة. مدينة البصرة الرياضية هي عنوان للرياضة ولكرة القدم، وعنوان للعمران في الميدان الرياضي الذي نتمنى أن يزدهر وأن يشمل جميع المحافظات العراقية. نتابع هذه اللقطات من مختلف الحلقات التي قدمناها حول المدينة الرياضية في البصرة. يتواصل العمل على قدم وساق في مشروع المدينة الرياضية في البصرة، هذا المشروع العملاق الذي تحتضنه مدينة البصرة، مدينة الشعر والنخيل، مدينة السياب، مدينة الأدب والثقافة والعلم والفن، مدينة البصرة المطلة على ضفاف شط العرب الرائع الجميل. هذا المشروع أعزائي المشاهدين بدأ العمل فيه منتصف عام 2009، ومن المقرر أن ينتهي العمل به منتصف العام المقبل 2012 ليكون جاهزا لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عام 2013. My name is Mintu. Mintu? Yes. What are you playing? My from is Bangladesh. Bangladesh, okay. So is it the first time here? First time here. You speak Arabic? Before, cannot. What? Shwaye? Shwaye? What can you say in Arabic? Shakol, shakol, na, Iraq. Shakal Iraq Jain, Jain, no. Jain Company Jain, no. Kullu Jain. Kullu Jain? Jain. Kullu Fulfil? Fulfil. You like Fulfil? No, no, no. No, no. That's okay. Joking. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaif al-hal? Alhamdulillah. Jain ente? Jain. Kullu Jain? Kullu Jain. Kullu Jain? Kullu Jain. Kullu Tamam? Kullu Tamam Jain. Where are you from? Bangladesh, from Bangladesh. Bangladesh? Yes. What's your name? My name is Muhammad Nur Jamal. Muhammad? Nur Jamal. Nur Jamal, Muhammad Nur Jamal. Ismah halu yukhabbal. Warda Abu Jasim. أعزائي المشاهدين، المدينة الرياضية بالبصرة يوجد فيها 14 تور، تور يعني كرين، واحد من الكرين أتاني بي شلون مصيبة. هذا الكرين طبعا قاعد يفتر بيه هسه، والله اللي يعلم. هذه الكرينات تديرها كوادر عراقية، يعني كوادر عراقية تماما هي اللي قاعد تدير العمل في هذه التورات اللي تشرف على العمل في مختلف أنحاء المدينة الرياضية. العمال طبعا متوزعين الآن، والمهندسين وإدارة المشروع أيضا تتفقد العمل من خلال هذه التورات. راح نشوفكم طبعا مراحل العمل في أجزاء أخرى، و التورات يعني هي دائر المدينة الرياضية وأيضا خارج المدينة الرياضية تشرف على العمارات السكنية. وما أدري شو وقت ينزلنا أبو الكرين، أنا قلت له مترتين هو سواها 10. أعزائي المشاهدين، أعمال البناء تتواصل في المدينة الرياضية، وأيضا أعمال الحدل للشوارع وإكساء الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية وشوارع أيضا الجانبية. هناك شوارع عديدة وهناك عدة بوابات للمدينة الرياضية تحيط بهذا الصرح الرياضي الكبير. السياج أيضا موجود للمدينة، سياج كبير، و
تم إنجاز هذا السياج بإشراف إحدى الشركات التركية. هذا هو المدخل الرئيسي اللي شاهدونه به، المدخل الرئيسي المؤدي إلى المدينة الرياضية، وهناك أيضا شوارع أخرى جانبية، وهناك بناية خاصة للفي آي بي للمسؤولين ولضيوف البطولة ولضيوف هذا المشروع الوطني والرياضي الكبير. نحن متواصلون معكم في استاد الرياضة، فاصل ونعود لتكملة المشوار. ابقوا معنا، المرة الجاية مو من على الحادمة في مكان آخر، نلتقيكم. الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. من مدينة السياب شاعر العراق الكبير، مدينة البصرة النائمة على ضفاف شط العرب، ننهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة حول المدينة الرياضية في البصرة والمخصصة لاستضافة بطولة كأس الخليج عام 2013. لكم مني حسام حسن أجمل تحية، وتوجه بالشكر لزميلي المصور محمد حقي والمكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة. شكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. في أمان الله. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، لا يبان بيك وانت بدم ذايب. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، لا يبان بيك وانت بدم ذايب. يسألوني عليك وابكي من الحزن، ما صار بيك تبقى أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب.